الحبيب علي بن عبد الرحمن الحجي وأولاد عبد الرحمن ومحمد وحبيب علي بكر بن عمر بن يحيى وحبيب عمر بن ظهر بن يحيى وحبيب عثمان بن عمر بن يحيى مفتي جغردة الحبيب يا الحبيب علي بن أنس الصافي ثم إلى الحبيب محمد بن عبد الحلبي وأولادي الحبيب محمد بن منظر وأولاده والحبيب علي بن هاشم أسدام والحبيب الكتب حبيب بكر بن محمد أسدام أول وأولاده ثم إلى الحبيب عبد القادم أسدام فكتب والحبيب عبد العلي بن زكر أسجاب والحبيب عبد الجاي بن محمد أسجاب والحبيب عبد الجاي بن أحمد أسجاب شعب مكة والحبيب جعفر بن زهر أسجاب وشعب عبد العلي بن عليه تهم مولاه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله فإن أمر بي بسوء ما دعبت من جهلها بنبي الشاب والحرم ولا أجل من الفعل الجبين الجراح ومن علم براس غربات شمي لكنت أعلم عني ما أؤجله كتبت سرا لدى منه بالكتم من لجرادي بما من روايتها كما يرانج بما في الخير للعجب مولاه So
Thank you.